السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودينغ. اليوم بإذن الله غادي نكملوا في الأراي. إذا كي اتفقنا ديجا نبداو من أول وجديد، نزيدو نشرحوا الأراي أكثر. مثلا إلى عندي مجموعة ديال الأسماء كمثال، نمشيو مع الأسماء. إذا إلى بغيت نحط واحد الأراي، قلنا لبغينا نديرو الديكلاراسيون كنجي كنكتب تيب، قلنا غنحطو أسماء. إذا هنكتب سترينغ، كنحط تيب وكنفتح لي كروشي اشاره الى ان هذا راه الراي، وكنسميه اللي بغيت. غنسميه برينو مثلا باش نبدل شويه ديك النيم، غنسميه مثلا برينو وغندير بوين فيرغيل. الان اش درت؟ الان حجزت واحد المكان لهذا الراي، وهذاك المكان خاوي، يعني باقا ما دارت فيه حتى حاجه. حتى لهنا قلنا ديكلاراسيون تيب، كنفتحوا لي كروشي على اساس انه الراي، وكنكتبوا السميه عادي. الان إلا بغينا نقولوا ليه العدد اللي عندنا ديال الخانات، لان هنا حجزنا لي غير مكان. اما إلا بغيتي تقول لي راك زي مثلا باغي احنا نختاروا غير عدد، غنديروا 5 مثلا. إلا باغي دير فيه 5 الخانات اشنو غدير؟ هاتجي هدير سترينغ عقل للسينتاكس، كدير تيب وكتفتح لي كروشي اشاره الى انه راه الراي، وكتكتب السميه ديالو كي قلنا غنسموه برينو، وكندير ايكال وكندير نيو. هاد نيو اساسيه، وكندير تيب. دائما التيب كيكون نفسه، غنكتب سترينغ وكنفتح الكروشي وكندير العدد ديال الخانات، قلنا غنديرو 5. الان محجوز ليا الراي فيه 5 الخانات خاويين. الان الا جيت بغيت نعمر هادوك الخانات، غنجي غادي نعيط الان عندي الراي في 5 الخانات خاويين. الان انا اريد املاء هذه الخانات، اريد ان اسند لكل خانه قيمه معينه. اذا اشنو غندير؟ غادي نجي ندير سترينغ، وغادي نفتح لي كروشي عادي، وغنعيط عليه بسميتو، وغنعيط عليه بسميتو عادي، وغندير ايكال وغنفتح لي زاكولاد وغنبدا نحط في السميات. اذا مادام سترينغ ضروري باش دير علامات تنصيص. سليمة، ليلى، لاحظ انني كندير غير فيرغيل ماشي بوين فيرغيل. حليمة، اخر سمية عندي 5، غندير اي حاجة. ونسد لي زاكولات ديالي. الان عندي شي خطا هنا، سترينغ كتبه هي هذيك غاديه. اذا فوالا، عندي هنا الخطا هو انني دايره بوان فيرغيل، وهنا ناسيه بوان فيرغيل على فين. خطا يحيد باقي، شوف علاش قالوا لي الفاريابل عاودتي دو فوا. اذا نحيدو هنا، لانه اشنو هنا كديكلاري بي، ولكن راه ممكن هنا مجرد ما كتبتي هاد الكتابه راك سنتي لي القيم وحجزتي لي عدد الخانات. اعيد هنا، فاش جينا وحطينا هنايا درنا سترينغ برينو وحطينا لي 5 الخانات، انه دار لينا 5 الخانات بحال هكا خاويين، انه جا ودار لينا 5 الخانات هنا بحال هكا، بمجرد ما انني جيت وكتبت لي هاد الكتابه اللي كتشوفوها اللي دايره لا سيليكسيوني. ولكن حتى هاد الكتابه اللي درتها راه اين فوا لقى هاد الكتبه، عرف راه عدو 5 من راسو. غادي يمشي يقسم 5، وكل خانه هنا في هاد الكتابه الاولانيه اللي راه دينا كومونتير هادي هنا كيبقى خاوي بحال هكا، ولكن هاد الكتابه اللي تحت منها كيعمر هنا السميات كله كيكتب لي سميته. اذا الان الى جينا وبغينا هاد الاسماء تخرج لينا، بغيت نتاكد ان هادشي بالفعل دخل، اش ندير؟ كنجي كندير برينو كنفتح لي زاكولاد، وكنكتب بالداخل ديالهم سميه الاندكس ديالهم. علاش؟ لان هاد الاراي كي كتشوف معايا هنا عنده الاندكس، بحيث ان هاد الاولاني عنده الاندكس رقم 0، الثاني 1، اللي وراه 2، اللي وراه 3، اللي وراه 4. دائما الاندكس ديال الاراي كيبدا باش كيبدا ب 0، وفاش كيسالي؟ كيسالي في لينت، بمعنى الطول ناقص 1.
بمعنى الآن اش عندنا؟ بدا بزيرو، قلنا في خمسة الخانات، إذا خمسة ناقص واحد، إذا آخر لانتكس كي كتشوف معايا هنا هو ربعة. إذا إلا جيت الآن وعيت على لانتكس رقم زيرو اش يخرج ليا؟ غتخرج ليا نوي، بتنساج غير بوان فيغول. الآن بهاد الطريقة اللي كتشوف فيها، واش تم توقعو غادي يخرج هكا؟ دائما إلا بغيتي شي حاجة تأفيشها لك ضروري لك من سيستيم، إلا مكاينش سيستيم مكاين والو. إذا سيستيم أوت برنت الآن فوالا، وفتح الأقواس ودير وسط هاد الكتاب، الآن هتخرج لك إن شاء الله. لاحظ خرجت لي نوي، تشوفو رقم ثلاثة اش يخرج لينا؟ إذا نحسب الأولى زيرو، واحد، جوج، ثلاثة، إذا حليمة فوالا. الآن تصور معايا لو أنني بغيتهم كاملين وخرجوا لي، اش ندير؟ في هاد الحالة يخرجوا واحد ورا واحد، في هاد الحالة إلا ما بغيتيش تبقى تكتب كل رقم بوحدو، لأنه ممكن ندير سيستم أوت برينت الآن وندير برينو وندير زيرو ونعاودو كوبي وندير واحد جوج ثلاثة تنديرهم كاملين. ولكن كاين واحد الطريقة سهلة وهي البوكل. علاش لي منجي ندير واحد البوكل سهلة؟ غنجي نكتب فور وغنفتح بحال هكا، غندير انت اي باش تبدا لاندكس عندنا شحال، شنا هو لاندكس الاولاني؟ هو زيرو، اذا نكتب لها زيرو وندير بوان فيغيل. غنجي غنكتب اي الشرط فين حتى توقف، اصغر قطعا او تساوي، اش حدها؟ حدها العدد ديال اللينت، ولكن باش نعيط عليها كندير برينوم وكندير بوان وكندير لينت، يعني الطول ديالو فوالا. كندير بوان فيغول ونجي ندير اي بلس بلس فوالا، وغنفتح بحال هكا وغادي ندير السدة بحال هكا. ولكن لاحظ هاد البرينو راه ما نبقاش كاتبه فيها انا راق، غنكتب فيها اي. انا شيطرة، اي هتدخل بزيرو وهتكتب ليا برينو رقم زيرو، اذا هي نوال، وهتزاد بواحد وهتدور، هتلقى رقم واحد، هتنزل برينو رقم واحد سليمة هتكتبها وهتدور، هتدخل بجوج هتلقى برينو رقم جوج هي ليلى هتكتبها وهتدور، وهكذا. شوفوا الان فوالا كتبتهم ليا كاملين، ولكن قالت لي عندك واحد الخطا، ماشي مشكل ترجع ليه ونعرفوا علاش، المهم انهم تكتبوا كاملين. اذا اعيد ان الا بغيتي تدخل او تسند اي قيم كتكتبها عن طريق هذا الكود، كتكتب تيب عادي هنا وكتفتح الكروشي كاشاره الى انه الراي، كتكتب هنا التسميه ديال الراي وكدير ايكال وكتكتب القيم ديالهم. الا كانوا اعداد كتكتبهم بلا علامه تنصيص، الا كانوا علامه تنصيص كتكتبها، وكدير فيغول كتجي حتى الاخرانيه مكديرش لا فيغول، وكتسد كروشي وكدير بوان فيغول. الان عمرتيه وهو كيشوف شحال حطيتي فيه من سميه، وكيدير هذاك هو السايز ديالو، هو عدد الخانات ديالو بلا ما تكتبهم ليه حتى. اذا الا بغيتي تخرج اي حاجه كدير سيستم اوت برينت ال ان، وكدير سميه الاراي وكتفتح الكروشي وكدير سميه الاندكس حتى اللي باغي. هنا بغينا بوكل باش تخرجهم لينا كاملين. الان الا جينا نحيدوا هذا البوكل وجينا وبغينا نبدلو قيمه معينه، تصور معايا مثلا انني بغيت نبدل القيمه ديال نوال، اش ندير؟ غنجي هندير برينو وغادي ندير الكروشي وغندير زيرو بحال هكا، وغنخرج وغندير ايكال. اش نسمي؟ نسمي مثلا اي سميه، نسمي فاتحه وندير بوان فيغول، ونجي هنا ونقول لها خرجي لي القيمه ديال الرقم زيرو. شوفوا الان شنو يطرى، خرجت لي فاتحه، اذا الرقم زيرو ولات هي فاتحه كي كتشوفوا معايا الان. اذا تعلمنا كي كنسندوا طريقه اسناد قيم للاراي، وبمجرد اسنادك لتلك القيم كتقسم الاراي لعدد هذوك السايز كيكونوا عدد هذوك القيم اللي دخلتي. اون بليس خاصك تعرف انه كيكون تيب واحد ديال العناصر اللي هتدخل، زائد تعلمنا طريقه الى بغينا نبدلوا اي قيمه عندنا في الاراي، وتعلمنا طريق اخراج الداتا من الاراي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا، ما تنساوش ديروا ليا جيم، والسلام عليكم ورحمه الله.